السلام عليكم اصحاب الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهارده شويه كلام عن موقع مالتي ماين ومشوار ال 27 يوم اللي هنضاعف فيه راس المال بتاعنا. اقل من 27 يوم زي ما قلنا، وزي ما اقول لكم في الفيديو يعني اقل من 27 يوم اللي احنا بنعمله. هنروح كده الموقع. الموقع عامل بونص جديد حبيت اقول يعني ليكم. البونص ده سهل خالص، ونص دولار هوا، نص دولار بمنتهى البساطه. الموقع ده وانا الإيداع في دلوقتي 15,000 بيتكوين. هنعمل دلوقتي موقع زي ما قلنا بيبدأ 3 يعني 0.036% يوميا على الإيداع بتاعك. لو دخلنا كده على الموقع ساين ان، هنخش اليوزر نيم بتاعنا الباسورد، وهنخش على البيتكوين، هنلاقي ان الإيداع بتاعنا اكتف هنا، وهيجي في اليوم 540 بيتكوين، وفي الساعة 2:30 بيتكوين. طيب الإيداع فين؟ لو روحنا كده وصلنا على الأكتف كونتراكت، هنلاقي الإيداع بتاعنا أهو، وتقدر تعمل له ريليز بعد يوم طبعا من العمل في الموقع. أول حاجة بتعملها بتروح على الانفو سيتنج، بتحط عنوان المحفظة بتاعتك، عشان أهم حاجة دي ما بعد ما بتحطها بيجيلك رسالة على الجيميل اللي انت مسجل بيه بكود، يعني بتمسح الكود ده وحطه هنا والمحفظة بتتسيف. يعني عشان تعمل إيداع بتدوس على براتشر من هنا، بتروح كاتب انت عايز تودع كام، وبتدوس على كونتينيو، وبتكمل الإيداع بتاعك عادي جدا من على البلوكتشين أو الكلام ده. يعني مثلا الإيداع بتاعي أنا كنت لسه يعني سحبت الفلوس اللي معايا وأودعت مبلغ تاني اهو، ده كان الإيداع بتاعي. لو رحنا كده كان بخمستاشر ألف بيتكوين، أو تقريبا انقسموا 18 رسوم 18 بيتكوين، بس كان الإجمالي يعني بـ15,000 بيتكوين سحبت من المحفظة وراحت للموقع. لو رحنا كده على ترانزكشن هنلاقي الإيداع، وكان في صحوبات يعني اهو إيداع المبلغ ده، وكان في صحوبات شغالة معايا. لو رحنا كده على السيكوريتي دي التأمين زي ما قلنا الحساب بتاعك والكلام ده. طيب ايه حوار البنك الجديد؟ هنعمل كده لوك اوت، هنروح كده على البنكي. طبعا البنكي الجديد مش هتلاقوها هنا، هتلاقوها في الفورم بتاع النتائج. يعني لو نزلنا كده هنا، طبعا البنكي دي كلها عارفينها بتاخد نص دولار في الاثيريوم، فتويتر وكده، والتليجرام والترست والكلام دون. لو نزلنا كده اليوتيوب برضو، والبلوجر عندي جوجل، وهنا البلوجر. البنت الجديد بقى هنروح على النتائج، ثواني كده نروح لها اهو. هنا بنخش على الجوجل ادس دي الاعلانات، وطبعا تشيك واللي بيبعت لهم والكلام ده. في حاجه بقى جديده اسمها فيديو كومنت، دي انت هتخش عليها. طب انا هخش ازاي على دي واقدم؟ هتدوس على الرابط دون، لو دوسنا كده عليه هيودينا للفورم ده. كل عليك انت هتعمل الكومنت وتشيره، تشير الفيديو دون عندك على الفيس او على تويتر على حسب. لو رجعنا كده تاني هتلاقي بقى هنا مكافآت اليوتيوب بالكلام دون، وعشان تتأكد من الدفعات بتلاقي هنا اهو بتشيكينج ريبورتس، هنا بيقولك ان هو بيفحص الحاجة بتاعت يوم 14، وفي اليوم 15 ده اليوم اللي احنا شغالين فيه. يعني الموضوع بسيط، وزي ما قلنا هنضاعف راس المال بتاعنا، بعد كده نسحب الارباح براس المال. كده نكون خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.